السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي مطبخ توتي. لو أول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل جديد أول بأول، ولايك وشير. زي ما انتوا شايفين النهاردة وصفتنا مبهجة وكلها ألوان جميلة. حلوة يا يحيى، حلوة قوي. شكرا. هاتي واحدة يا توتي. وصفة بألوان حاضر التوت، يا حبيبي. وصفة صيفية حقيقية، وصفة جميلة قوي. لو عملتيها هتعجب ولادك جدا. هنعمل مع بعض اللوليتا، سهلة قوي ومش بتاخد وقت. أهم حاجة تجمعي مجموعة ألوان من العصاير عشان تديكي الألوان الحلوة المبهجة. انا عندي العصاير الجاهزه، بودره العصير الجاهزه دي، جبت كذا نوع، جبت خوخ وبرتقان وليمون بالنعناع وسفندي واناناس. شكلي زي ما انتي عايزه. وفي نوع سادس انا هضيفه كمان، هو الكركديه، عصير الكركديه العادي اللي احنا بنعمله. وصفه حلوه قوي، حلوه قوي في ايام الحر اللي احنا فيها. هترطب كده وجميله، واحسن ما تشتريها جاهزه لولادك اعملها لهم في البيت. ومكوناتها سهله قوي، وهنحطها في العبوات الجاهزه اللي ليها عصيان، اللي بتتباع في اي محل بتاع ادوات منزليه. انا هنا عندي كوبايتين حطيت فيهم ميه، وكل كوبايه هدوب فيها معلقه سكر. قلبي السكر كويس علشان لما تضيفيه في العبوات اللي هتجمدي فيها ما يتركزش في القعر، يكون دايب قوي. انا حطيت العصاير وبحضرها في كوبايات ملونه. حابه افاجئكم بالالوان لما تشوفوها، الوان جميله قوي. انا هنا قلبت السكر كويس جدا، وهبتدي اضيف بودره العصير. دي الستيك بتاع العبوه اللي هنعمل فيها اللوليتا. اول نوع معايا انا هضيفه الكوبايه الاولانيه، وقلبي العصاير كويس علشان تدوب حبيبات البودرة اللي انت شارياها دي في العبوات، عشان الطعم يتركز قوي ما يتبقاش منه في قعر الكوباية. انا كده ضفت النوع الاولاني، وهبتدي اضيف النوع التاني. دوت ليمون بالنعناع، الالوان هتفاجئكوا بقى بحلاوتها بعد كده ما تشوفوا. انا عاملاه مركز شويه علشان الطعم يبان. قلبي برضو كويس جدا علشان السكر وبودره العصير اللي انتي حطاها تدوب كويس وتديكي طعم مميز. هبنبتدي بقى نضيف. ميزه كمان عايزه اقول لكم على حاجه، ميزة كمان ان انا دوبت العصير في كوباية بلاستيك، ان هي مرنة معايا، هقدر اعمل لها كده حرف مدبب افضي منه في العبوات بتاعت اللوليت. شايفين بقى الليمون بالنعناع اخضر وجميل ازاي. وهبتدي اضيف بقى النوع التاني اللي انا كنت عاملاه بالخوخ، هتلاقوا لونه اورانج غامق كده. احلى حاجة في الوصفة دي الالوان مبهجة جدا. وهكرر نفس العملية، هأدوب بقية البواكي اللي عندي. برضو حطيت كوبايتين وفيهم مية، وهضيف السكر وهضيف البودرة. ده بالبرتقال، وبعد كده هضيف النوع الباقي معايا ده بالأناناس. اعمليها لولادك وفرحيهم بدل ما يشتروها جاهزة، اديك عملتيها في البيت ما كلفتناش حاجة خالص، وهتعجبهم بإذن الله. وعبيها في نفس العبوات اللي انا هجمد فيها دي بتتباع في اي محل بتاع ادوات منزلية. شايفين الستيك بتاعها ملونة لبني وموف وأحمر، تدي بهجة كده. ودايما الأطفال بتقبل على الحاجات اللي فيها ألوان.
بتلفت نظرهم يعني. انا دوبت العصاير بتاعتي، هتأكد انها دابت تماما، وهبتدي اضيفهم في العبوة بتاعتي اللي انا هعمل فيها اللوليت. السكر بقى حابة تزوديه شوية او تقلليه شوية، مفيش مشكلة، ده زي ما انتي عايزة. وممكن بدل السكر طبعا عسل نحلة، هيبقى افيد وافيد وصحي اكتر. ده اللي بالاناناس، لونه اصفر فاتح، وده اللي بالبرتقال اورانج او اصفر غامق شوية. وعندي بقى النوع اللي فاضل دوت سفنزي، وهضيف زي ما قلتلكو الكركديه. حبايبي اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس على كلمة الكل عشان يصلوا كل اشعار جديد من القناة. عرفوا حبايبي اصحابكم وكل معارفكم بالقناة عشان نكبر مع بعض بإذن الله. وبشكر كل اللي بيكتب لي تعليق حلو في التعليقات، بشكركم جدا من قلبي. أحلى عيلة وأحلى أصدقاء. دوبي برضو السكر كويس جدا وبودرة العصير عشان تاخدي طعم مركز وحلو. ده الكركديه، ممكن تعمليها بعصاير الفاكهة كمان، مش لازم عبوات العصير الجاهزة دي، او ممكن الحاجات الساقعة، المياه الغازية ممكن تعمليها برضو، بس بلاش للأطفال المياه الغازية لأنه معروفة طبعا انها مش مستحبة يعني. ادي كده انا عبيت الوحدات كلها، عايزة اوريكم الالوان، شايفين جميلة ازاي؟ الوان جميلة ومنعشة زي الصيف، دايما الصيف بيبقى معروف بالوانه الفاتحة الجميلة. ادي الناحية التانية، ادي من فوق كل الالوان، شايفين حلوين ازاي؟ هبتدي بقى اغطيهم وادخلهم في الفريزر لحد ما يجمدوا. ده الستيك اللي بيمسك فيه العصير، لما نطلعها بقى من الفريزر هتشوفوا بقى الجمال والحلاوة والألوان والطعم جميل كمان. أنا فرحانة قوي، الألوان عجباني جدا. أنا بحب الصيف كمان، بحب ألوان الصيف، فتحسي كده بالفرفشة لما تشوفي حاجة زي كده. ادي بعد ما اتجمدت هنبتدي بقى نطلعها، شايفين الجمال والحلاوة. ادي الاورانج، دي هي البرتقال، ودي الاصفر الفاتح شوية سفندي، ودي اناناس، والخوخ اورانج جميل ازاي. يا سلام على الليمون بالنعناع بقى تحفة. وده الكركديه، شايفين الألوان وجمالها، جميلة قوي. اعملوها وإن شاء الله ولادكم هيشكروك على الوصفة دي. هو مش لون بس، ده طعم كمان، شايفين الجمال والحلاوة، الوان كده تجيب تفاؤل وتفتح النفس. فرحوا ولادكوا بيهم واعملهم لهم. انا مش قادره اقول لكم انا مبسوطه قد ايه بالالوان الحلوه دي. دي كانت وصفتي للنهارده، يا رب الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الوصفه اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل، بيصلكم كل جديد من القناة أول بأول إن شاء الله. ما تنسوش لايك وشير. لو جايلك ضيوف
والضيوف دول معاهم أطفال، اعملي لهم الوصفة دي هتعجبهم جدا. ممكن تعمليها بعصاير طبيعية، عصاير الفاكهة، بدل ما تعمليها كمان بالعبوات الجاهزة. أطفال لو حطيت لهم عصير ممكن يقولولك لأ، لكن لو شافوا حاجة زي كده هتعجبهم جدا. وصفة ما كلفتناش أي حاجة، سهلة ولذيذة وحلوة، ألوانها مبهجة. عايزة لايك كتير للفيديو ده. أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله عن قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلوة يا يحيى؟ حلوة قوي. شكرا. هاتي واحدة يا توتي. حاضر يا حبيبي.